مساء الخير عليكم حبايبي المشاهدين، اخباركم ايه؟ النهارده صور لكم بقى مارينا كازابلانكا. شفنا مع بعض مارينا سلا ولا مارينا الرباط، مش عارف هي سلا ولا لا، سلا مارينا سلا. وشفنا مارينا اجادير، شفنا مارينا طنجة، كلها ما شاء الله حاجات جميلة. وهنا مارينا كازابلانكا والمعلم الشهير على مستوى افريقيا والعالم الاسلامي، مسجد الحسن الثاني جاي اهو في وسط النهر. تطلع من المسجد الحسن الثاني تلاقي نفسك على طول هنا في مارينا. الشمس وقت الغروب، يا سلام. عبارة عن ممشى. كازابلانكا جميلة يا جماعة، شوارعها جميلة. أنا عايز يعني زي ما قلت لكم هعمل حلقة كده إن شاء الله عن شوارعها، بس بفكر أعملها وأنا ماشي، يعني في اليوم اللي أنا ماشي فيه أقعد ألف، يعني ما أمشيش على طول، أقعد ألفلف في كازا كده، أوريكم الشوارع والمباني، حاجة جميلة جدا يعني. حلو قوي منظر امواج البحر مع الغروب مع الهواء. هذه المراكب السفن هناك اهي، عشان الميناء هنا. تعال نروح نقرب كده نشوف الساحات والمباني دي. انا هحاول اخد لكم الكورنيش كله ان شاء الله. حلو منظر المباني دي. مع الساحة كده شايف الناس دي بيعملوا فيها رياضة. مع البحر والهواء جميل. يلا بينا. شوفوا كده قربت لكم من المباني. الغرض منها ان هي بتبقى ملفتة للنظر، يعني البلكونات اللي داخلة يمين وشمال وكده، شغل ديكور يعني. بس اعتقد المباني دي ادارية إداري سكني، بس شايفها مكاتب إدارية يعني، ممكن ده سكني كده. الممشى كبير ورائع، ويبان لنا من هناك اهو كده الميناء، ميناء كازابلانكا. بس مش عارف مارينا هنا في كازابلانكا ما ظهرليش حتى الان كافيهات وكده، يعني ما شفتش مقاهي ولا حاجه، مش عارف هيعملوها قدام ولا ايه ولا. بس تعالوا نقرب كده نروح للمينا هناك، يعني نروح اخر نقطة في الكورنيش. شوف يا جماعة يعجبك في المغرب، يعني شايفين الغروب، يعني لسه الشمس في الغروب اهي. اتمنى تكون واضحة لكم. تخيلوا الساعة 9:15 يعني شوفوا الصيف في المغرب، يعني الساعة 9:15 داخلة على 9 اهي، والله اهي 9:15 ولسه الشمس موجودة. يعني انا بحب المغرب في كده، يعني اللي هو اصلا ما بتحتاجش الليل كتير، يعني اهل المغرب ما
ما بيسهروش بالذات زي عندنا في القاهرة وكده، فيحتاجوا الليل ده. هما كل حاجة بيعملوها بالنهار يعني. شوفوا المباني دي، تعالوا ندخل جوه. يعني انت هنا في المغرب تخرج وتاكل وتفطر وتتغدى وتروح الشغل وترجع ومش عارف ايه وايه وايه، وتقعد مع اصحابك وكل ده، والدنيا لسه ليل، والدنيا لسه نهار قصدي. يعني خلي بالكم انا ما كنتش عامل حسابي ان انا اصور دلوقتي، يعني النهارده نازل متاخر اصلا، ورحت صورت كذا انفا، اسمه ايه ده، انفا بارك، وطلعت على كاليفورنيا وبسكورة ورجعت اتغديت وقعدت على القهوة على المقهى وشربت شاي، كل ده والدنيا نهار، ونازل من الساعة 3. حلوة المباني الإزاز دي، يعني عكس دول الشرق. في دول الشرق والخليج وكده اللي عندنا الشمس بالشروق بدري، فبيبقى الغروب بدري، يعني الواحد مجرد ما يرجع من الشغل خلاص خلص اليوم، خلص النهار. عجباني المباني الإزاز دي. شوف طلع كتل كده يمين وشمال. شايف هناك مارينا شوبينج، مش عارف ده مول صغير ولا ايه. يلا بينا نكمل. ده احنا كده اهو في اخر نقطة في الكورنيش، يقابلك على طول الميناء، ميناء كازابلانكا، بس مش عارف هو ده الميناء الرئيسي ولا ايه. السفن كلها اهي. يقابلك على طول هنا البوابة دي، مدخل دي مارينا شوبينج، يعني حاجة حلوة اوي. تيجي تخلص الممشى ده كله، تيجي هنا في الاخر تدخل تلاقي نفسك في مارينا شوبينج. شوف لو كده يعني زي مول صغير او سنتر. مش عارف بطلع اصور ولا ايه، ولا عايز لها حلقة لوحدها. نشوف كده بس، نشوف هنا كده المنظر الرائع ده. ده كده طلعت لكم في مارينا شوبينج، بس دي عايزة لها حلقة لوحدها. وادي الميناء هناك والممشى تحت، بس حاجة حلوة اوي تطلع من الممشى. وانا اللي بقول ليه مفيش كافيهات على طول الممشى مارينا، اتاري في مول في اخر الممشى، يعني مبنى كده كلها كافيهات ومطاعم، حاجة رائعة جدا. ده هنا كده يا جماعة دخلتلكوا جوه المول مارينا شوبينج، بس هاخد لكم مش هلف فيه كتير. انا قاعد هنا في الفود كورت، قلت اصور لكم اهو اجزاء منه. شكله رائع، عبارة عن دورين، عشان مش قادر الف بصراحة. ومنها التصوير في المولات بيبقى شوية صعب، يعني ناس كتير وكده، وفي اللي بيبقى مش عايز وشه يظهر. واحد جاي
كده وصلنا مع بعض لنهاية حلقتنا. كنت عايز اصور لكم شوية من اجزاء المول، بس السيكوريتي قالوا لي لازم رخصة. هي طبعا طبع المولات كده في اي مكان، حتى المغرب مسموح فيها التصوير، بس المولات شوية بتبقى تبع شركات خاصة بريف يعني. يا رب تكون الحلقة عجبتكم، ما تنسوناش بقى في لايك وسبسكرايب بعد المجهود ده. صورنا لكم مارينا كازابلانكا، وانا بقول للمارينا كازابلانكا ما فيهاش كافيهات فوق الممشى، تاريها في مول ما شاء الله، تمشي لاخر الممشى تلاقي في مول، حركه حلوه منهم برضو يخليك تمشي الممشى كله. حبايبي واشوفكم في حلقات تانية ان شاء الله، ومساء الفل عليكم.